بسم الله وعلى بركة الله والصلاة والسلام على رسول الله. احنا عندنا سوداني وسمسم، عشان نعمل سودانية وسمسمية عندنا 300 جرام سوداني و 300 جرام سمسم. واول حاجة هنعملها ان احنا هنجيب صينية ونحط فيها مشمع كده، عشان اول ما نطلعها نحطها فيها على طول. وهناخد السوداني وناخد السمسم نطير منهم السقعية، بس نسخنهم. بس نسيبها نسخن السوداني مجرد ما يسخن بس. وكده سخن معانا، اول ما سخن معانا فضيناه بالشكل ده، وهنحط السمسم برضو نسخنه. يسخن بس احنا حاطين سمسم ابيض على حبة من السمسم الاحمر، هنديله شكل حلو. السمسم الاحمر ده منقينه، السمسم الابيض بيجي نضيف لوحده. هو كده سخن، هنطفي عليه. احنا هنعمل الشربات بتاعنا، هنحط نص كوباية مية على كوباية سكر، منجيبهاش كده للحروف، ونسيبها لما السكر يدوب خالص وبعدين نقلبها. نستنى لما يدوب خالص عشان ما يتكرملش من الجناب. يبقى السكر ده نحط عليه معلقه عسل جلوكوز كده، مفيش مش مشكله الخطوه دي. نحط عليه عصره نص ليمونه كده، وهنقلب. احنا كده اخدت 5 دقايق على النار لحد ما بقت بالقوام ده. هنختبرها، نجيب ميه ساقعه كده نحط فيها، لو لقيناها رقدت تحت كده طلعها، لقاها مسكت خالص كده يبقى كده خلاص. هنجيب السوداني وهي على النار، هنحط السوداني عليها كده هنقلبه بسرعة كده، نقلبها وهي على النار كده، بعدين ناخدها نفضيها في الصينية. الصينية عندنا كده هنفضيها فيها، نحاول نفردها كده. احنا كده فردناها في الصينية، نفك عليها كده، بعدين نقطعها بالشكل ده، استناها ما تنشف شويه وبعدين ايه نفسدها. هنعمل الشربات للسمسم، نص كوبايه الميه عليها كوبايه السكر، كوبايه سكر كده في النص، لما السكر يدوب بعدين نقلبه. كده السكر داب معانا،
كله معلقة عسل، ممكن ما تحطهاش عادي، حط عصرة نص ليمونة كده تدي طعم بس يعني. نفضل نقلب فيه لحد ما يتقل شوية، وبكده خلاص عندنا اختبرناه بالمية جمدت جوه تحت. نحط عليه السمسم، بالشكل ده هنفضيه بسرعة في الصينية، هنفضيه في الصينية بالشكل ده. نفرده كله كده، احنا كده فردناه في الصينية. هننزل نحرك السكينة زيت ونقطعه بالشكل ده الحجم اللي انت عايزاه تقطعيه. قطعيه بالشكل ده قبل ما يبرد، وبعدين سيبيه يبرد. هنشوفه، وادي السمسمية بعد ما اتقطعت، والسودانية بعد ما قطعناها بقت بالشكل ده جميلة جدا. احنا محمصين السمسم والسوداني فمقرمشة، وتفضل مقرمشة كده لآخر حتة. تقدري تعمليها لولادك بدل ما تشتريها بالغالي، فرحي بيها ولادك. وصفة سهلة وجميلة جدا، تعمل بسرعة جدا، ان شاء الله تعجبكم.